بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي رئيس نعمان مدارس وأكاديمية الميقات الإسلامية. أعزائي طلبة الصف الثامن، وصلنا إلى وحدة غرناطة تتحدث في قصيدة بعنوان في مدخل الحمراء. هذه القصيدة كتبها الشاعر السوري نزار قباني، وهو شاعر سوري درس الحقوق في الجامعة السورية وعمل في وزارة الخارجية السورية وكان سفيرا للسورية في لندن. له عدة دواوين، منها قالت لي السمراء والرسم بالكلمات. كتب الشاعر هذه القصيدة عندما كان في زيارة إلى إسبانيا، حيث التقى هناك بفتاة تفتخر بتراث أجدادها وحضارتها، مما أثار مشاعره وأحزانه، فاستحضر أمجاد العرب في الأندلس، فجاءت هذه القصيدة كأنها قصة لكن في طابع شعري جميل من تأليف هذا الكاتب. احتوت القصيدة على عدة أفكار، وهي 7 أفكار مقسمة على الأبيات. تمام؟ نبدأ الآن في شرح وتحليل القصيدة. البيت الأول: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. طبعا الحمراء هو اسم لمدينة لبلبة، وهي اسم مدينة موجودة في الأندلس. أطيب بمعنى أجمل وأروع، اللقيا وهي اللقاء. فيبدأ الشاعر قصيدته بذكر مكان اللقاء مع الفتاة الإسبانية، وبالتحديد على مدخل قصر الحمراء، فهو متعجب من هذا اللقاء وجماله وطيبه لأنه دون ميعاد. في مدخل الحمراء، في مدخله جار ومجرور، الحمراء مضاف إليه، كان فعل ماضي ناقص، كان لقاؤنا، لقاء فعل اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة والنا في محل جر بالإضافة. طلع لقاؤنا، كتبت الهمزة على واو، همزة متوسطة لأنها مضمومة وما قبلها حرف مد ساكن. ما أطيب، ما هنا اسم تعجب، تمام، وهو في محل رفع مبتدأ. ما أطيب، طلع لأن الجملة انتهى بعلامة تعجب فهي اسم تعجب. أطيب على وزن أفعل، أطيب اللقيا بلا ميعاد، تمام. هذا في البيت الأول. ننتقل إلى البيت الثاني: عينان سوداوان في حجريهما، تتوالد الأبعاد من أبعادي. حجريهما لمفردها حجر، وهي ما يحيط بالعين، المنطقة هذه المجورة التي تكون موجودة فيها العين تسمى محجر العين. تتوالد الأبعاد، إذن يصف الشاعر الفتاة الإسبانية وجمال هذه الفتاة، فهي فتاة تمتاز بعينين سوداوين، وما في داخل هذه العيون من ملامح عربية خالصة. نحن نعلم أن العيون السود هي من سمات الفتاة العربية، فأن عيونها قد أرجعت التاريخ، أو أرجعت الشاعر في عجلة التاريخ للوراء إلى أبعد ما يكون. عينان سوداوان، سوداوان هي نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. في حجريهما تتوالد، فعل مضارع مرفوع، الأبعاد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي. هل إذن غرناطة مثل ما قلت اسم مدينة في إسبانيا بناها العرب قديما. هل أنت إسبانية؟ سألها. يتساءل الشاعر طبعا بتعجب واستغراب عن أصلها، هل أنت من إسبانيا؟ فأجابت وأكدت ذلك أنها إسبانية وولدت في مدينة غرناطة. هل أنت، أنت اسم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، إسبانية خبر، وهل هنا حرف استفهام. سألتها، سألتها فعل ماضي مبني على السكون، التاء تاء المتكلم فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به. وفي غرناطة ميلادي، في غرناطة جار ومجرور. طبعا في غرناطة هنا شبه جملة، جار ومجرور خبر مقدم لمين؟ لميلادي. ميلادي هي مبتدأ المؤخر، تمام، تقدير الجملة ميلادي في غرناطة، لكن هنا قدم الخبر على المبتدأ. غرناطة وصحت قرون 7 في تينك العينين بعد رقادي. صحت بمعنى استيقظت، تينك هي عبارة عن اسم إشارة مثل تلك طبعا.
في تينك العينين بعد رقادي. رقادي المقصود بها النوم، وهي من الفعل ركضة. تمام. يقول الشاعر أن عيني الفتاة قد أيقظت فيه 7 قرون مضت من حكم الأمويين للأندلس. نحن نعلم أنه من كان يحكم الأندلس هم الأمويون، وقد دام الحكم الأمويين للأندلس 7 قرون. إيش يعني 7 قرون؟ القرن هو 100 عام، ف7 قرون هي 700 سنة، أي أنه بعد كل هذه السنين يستحضر الشاعر أمجاد المسلمين بعد السبات العميق. وعندما قالت غرناطة استذكر الشاعر حكم الأمويين والحكم الإسلاميين والحكم الدولة الإسلامية في غرناطة. وصحت قرون، 7 قرون فاعل لصحت، و7 نعت. في تينك العينين بعد رقادي، العينين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وبعد ظرف رقادي مضاف إليه. وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. أمية أي نسبة إلى بني أمية، وجيادها مرفوعة موصولة عفوا بجياد. إذا بتذكر الشاعر خيول جياد، تمام، مفرد جواد وهي الحصان، فيتذكر خيول بني أمة وراياتهم المرفوعة حينما فتحوا الأندلس، حيث يشير الشاعر في ذكراه إلى مساحات من الحزن والأسى على تلك الأيام التي ذهبت ولم تعد بعد. وأمية راياتها مرفوعة، راياتها مرفوعة مبتدأ وخبر، راياته مبتدأ والهاء في محل جر بالإضافة، ومرفوعة خبر راياته. وجيادها موصولة أيضا مبتدأ وخبر، جياده مبتدأ موصولة خبر بجيادي جار ومجرور. ما أغرب التاريخ، ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي. إذا يستغرب الشاعر هنا كيف أن للتاريخ أن يعيده إلى ما مضى ولعهد الأمويين والذين كانوا يحكمون الأندلس سابقا. فيقول الشاعر ما أغرب التاريخ والأيام التي أعادته إلى حفيدة من أحفاده بعد كل هذه القرون، وأنه يتعجب من التاريخ لأنه رأى في الفتاة والملامح العربية وكأنها واحدة من أحفاد العرب. ما أغرب التاريخ مرة أخرى اسم عفوا جملة تعجب، جملة تعجب، ما اسم تعجب في محل رفع مبتدأ. أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة جار مجرور، سمراء هي نعت لكلمة حفيدة، من أحفادي جار مجرور أيضا. ورأيت منزلنا القديمة وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي. إذا هنا البيت الأندلسي يشبه منزل العرب وخاصة البيوت الدمشقية. ورأيت منزلنا القديمة وحجرة أي غرفة كانت بها أم تمد أي تبسط وسادي أي المخدة. فيستذكر منزله القديم في حي مئذنة الشحم وهو أحد أحياء دمشق القديمة، أن نومه واستقراره، ويستحضر هذه الأيام الجميلة والأماكن الجميلة من دمشق حينما كانت أمه تمد له الوسادة كي ينام. إذن هنا في تشابه ما بين البيوت الأندلسية وما بين البيوت الدمشقية، فكلاهما بنفس المزايا. سنلاحظ في الأبيات القادمة أيضا. ورأيت فعل ماضي، التاء المتكلم في محل رفع فاعل، منزلة مفعول به، القديمة نعت لكلمة منزل، طبعا النا هنا في محل جر بالإضافة. وحجرة، واو حرف عطف، حجرة اسم معطوف، كانت فعل ماضي ناقص، من التي كانت أمي، إذن أمي اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منعا من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة بسبب التقاء الاسم بياء المتكلم. كانت أمي مالها تمد، إذن أين خبر كانت تمد؟ إيش نوع الخبر؟ تمد فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة، الفاعل مستتر تقديره هي، ووسادي مفعول به منصوب، والجملة الفعلية تمد وسادي في محل نصب خبر كانت.
طيب بيت الثامن يكمل طبعا الشاعر هنا ايش الحديث عن البيوت الأندلسية ومدى تشابهها مع البيوت الدمشقية. والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإمشالي. الياسمينة اللي أحد أنواع الزهور والورود ذات الرائحة الطيبة، رصعت أي زينت، فيصف شجرة الياسمين الموجودة في بيته الدمشقي القديم حيث كانت مرصعة بزهور تشبه النجوم. معروف إنه نبات الياسمين أو زهرة الياسمين تشبه النجوم عندما تتفتح، فيصور لنا هنا الياسمينة بالنجوم خاصة حينما تتساقط في داخل بركة الماء الموجودة في وسط البيت. يصف الشاعر شجرة الياسمين الموجودة في بيته الدمشقي القديم والمرصعة بزهور أشبه بالنجوم، ويتذكر أيضا البركة التي تتوسط البيت وكانت تعزف أنغاما بصوتها عندما كانت تتساقط في داخلها إيش الياسمين أو زهور الياسمين. والبركة الذهبية الإنشاد، يعني كأن البركة إنسان ينشد بصوت جميل حينما تتساقط عليها أزهار الياسمين. بيت التاسع والعاشر هنا جمعناها سوا لأنه تحتوي على فكرة واحدة، حوار ما بين الكاتب والفتاة. يقول لها: ودمشق أين تكون؟ قلت: ترينها في شعرك المنساب نهر سواد، في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. إذا هنا سمات هذه الفتاة التي مثل ما قلت تشبه الفتاة العربية، حينما سألته عن وجود دمشق ماذا أجابها؟ أجابها: أن دمشق ماثلة فيك في شعرك المنساب كالنهر، الشعر الأسود المنساب كالنهر، موجودة أيضا في وجهك، في وجهك العربي ذا الملامح العربية، في فمك الدافئ بجماله تماما الذي يختزل شموس بلاده، أي يختزل ويحتضن في شموس بلادي في لون فمك الأسود. فهكذا هي موجودة هنا في غرناطة في هذا القصر، وملامح الفتاة العربية موجودة في هذه الفتاة. عندك صور فنية متعددة. أول شيء شبه شعر الفتاة بالنهر المنساب أي المنحدر التي تنزل منه المياه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صور الملامح العربية شموسا، ما زال مختزنا شموس بلادي، مختزنا الملامح معناها صور الملامح بالشموس. صورة ثالثة صور وجه الفتاة بالمخزن الذي يحفظ شو بالعفن صور وجه الفتاة بالمخزن الذي يحفظ شموس البلاد العربية. تمام، طلع ما أجمل هذين البيتين، يعني يتغزل في الفتاة وبنفس الوقت يتحدث عن سمات الفتاة العربية الموجود في هذه الفتاة الإسبانية التي كان قد التقى بها. ودمشق أين تكون؟ دمشق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام، دمشق طبعا علم، هنا علم اسم بلد، أين ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة. قلت: ترينها، ترينها فعل، ترين فعل مضارع هنا، ترينها اتصلت بياء المخاطبة معناها هي الأفعال الخمسة، فترين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، الياء ياء المخاطبة في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به. في شعرك المنساب، في شعرك جار ومجرور والمنساب نعت، في وجهك العربي أيضا حرف جر اسم مجرور العربي مضاف إليه، في الثغر الذي ما زال، ما زال فعل ماضي ناقص من أخوات كان، اسمها ضمير مستتر تقديره هي، مختزنا خبرها. البيت الحادي عشر: سارت معي والشعر يلهث خلفها كالسنابل تركت بغير ميعاد. سارت معي، إذا يرسم الشاعر صورة الفتاة عندما سارت معه لتعرفها على الآثار الإسبانية، عفوا الأندلسية الأحق أن نقول، حيث صور شعرها بالإنسان اللاهث الذي يركض خلفها الفتاة، وصوره
ايش اللي هو بالسنابل؟ صور شعرها بالسنابل التي تعصف بها الريح وقد تركت من دون حصاد. اذا عندك صورة فنية. الاولى صور الفتاة شعر الفتاة الكثير الطويل بسنابل القمح الكثيرة المتموجة في الريح، تمام؟ وصورة اخرى شبه شعرها بانسان يركض خلفها. اذا عندك صورتين فنيتين في هذا البيت. سارت معي فعل ماضي وتاء التأنيث الساكنة، والشعر يلهث مبتدأ، الشعر أين الخبر؟ يلهث. إذن الجملة الفعلية يلهث في محل رفع خبر الشعر. فعل طبعا يلهث فعل مضارع والفاعل مستتر. خلف ظرف مكان. تركت فعل ماضي مبني للمجهول، تركت نائب الفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هي، بغير جار ومجرور حصادي مضاف إليه. قلنا دائما بعد غير يا ثامن بيأتي مضاف إليه. يتألق القرط الطويل بجيدها مثل الشموع بليلة الميعاد. يتألق أي يلمع. من هو القرط؟ القرط وهو الحلق الذي يوضع في شحمة الأذن، عادة بيكون مصنوع من در، من ذهب، من فضة إلى غيرها. مثل الشموع جيدها أي عنقها الطويل، تمام؟ فإذا لما كيف يلمع القرط في أذنها عندما يكون عنقها طويل؟ كيف يلمع هذا القرط الطويل في العنق الطويل؟ ونحن نعلم أن العنق الطويل هو من سمات الفتاة، فيصف الشاعر الفتاة بطول عنقها وهي ترتدي ذلك القرط وجمال جيدها الذي يتدلى منه قرطا متلألئا كأنها شمعة من شموع الميلاد. إذا بيصور لنا، طلع ما أجمل الصورة، يصور لنا عنق الفتاة وهي تلبس ذلك القرط بشموع ليلة الميلاد بطولها، تمام؟ هذا هي طبعا صورة فنية جميلة. يتألق فعل مضارع مرفوع، القرط فاعل، الطويل نعت. مثل الشموع مضاف إليه بليلة الميلاد جار مجرور والميلاد مضاف إليه. ما أجمل أشعار نزار قباني، فعلا إنها جميلة. الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي. الزركشات طبعا والزخرفات هي من أشكال الزينة، وخاصة كانت في البيوت، عفوا في القصور الموجودة في عهد الدولة الأموية والعباسية، يعني دلالة على صدق الانتماء للعصر الإسلامي هنا في هذا البلد. فيأتي الشاعر على قصر الحمراء فيكاد يسمع، أسمع نبض الزخارف، فيصور لنا الزخارف بإنسان له قلب ينبض، فيسمع نبضها التي أبدعتها اليد العربية في تزيينها وفي رسمها. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، زخرفات مبتدأ خبرها، أكاد أسمع الجملة الفعلية، أكاد أسمع فعل مضارع الفاعل مستتر تقديره أنا، ونبض مفعول به. والزركشات نفس الطريقة مبتدأ، والخبر والزركشات تنادي، جملة فعلية، تنادي هي خبر الزركشات، ليست السقوف جار ومجرور، إنما تنادي هي خبر الزركشات، جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر الزركشات. قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فقرأ على جدرانها أمجادي. زهو بمعنى أي فخر، يعني تفتخر، أمجادي جمع مجد وهو النبل والشرف. فكان الشاعر شاردا في قصر الحمراء وجمال قصر الحمراء، يعني قاطعته الفتاة في قولها أن هذا القصر الذي أبدعته يد أجدادها، والحق ليس هذا، وإنما الذي صنعته أجدادنا نحن العرب الأمويون، الذي أبدعه الأمويون وأبدعته الحضارة الإسلامية في الأندلس قبل احتلالها من قبل الإسبانيين. طلع هذا يوضح البيت الخامس عشر. أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بمفؤادي. إذا تعجب الشاعر من الفتاة وكيف إنها نسبت هذا المجد وهذا التراث إلى أجدادها، وهو بالحق لا ينتسب إليها، فأثار في داخله حزنا كبيرا. الحزن الأول وهو إنكار الفتاة للحضارة العربية الإسلامية،
والجرح الثاني هو وقت خروج المسلمين من الأندلس، حيث تذكر هذا الألم الذي لا زال يعيش فينا وفي داخلنا. ومسحت جرحا، مسحت فعل ماضي والتاء فاعل، جرحا مفعول به، نازفا اللي هي نعت لجرحا. ومسحت جرحا أيضا نفس الطريقة، فعل فاعل جرحا مفعول به، تمام. وثانيا نعت، فؤادي جار مجرور، طبعا فؤادي أي قلبي. يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي. يا ليت هذه الفتاة أدركت وأيقنت وعرفت أن من تتكلم عنهم أجدادها هم أجدادي أنا وليس بأجدادها، فيتمنى منها أن تدرك هذه المعلومة، والتي اعتبرت أن اللبنة الأساسية في بناء الحضارات الغربية هي إيش؟ الحضارة الإسلامية، أي من بنى هذه الحضارات هم العرب وهم المسلمون. يا ليت، أسلوب نداء يفيد التحسر والتوجع والتألم. يا ليت وارثتي، طبعا ليت حرف تمني منصب من أخوات إن، وارثتي اسمها، الجميلة نعت، وأدركت جملة فعلية، خبر لمين؟ خبر لليت، في محل رفع خبر ليت. عنتهم أجدادي، عنت فعل ماضي مبني على الفتحة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والهم في محل نصب مفعول به. البيت السابع عشر والأخير، عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. ما علاقة طارق بن زياد هنا؟ نحن نعلم أن طارق بن زياد هو من فتح الأندلس وحررها من الاعتداء الذي كان فيها. فعندما ودع الشاعر المكان شعر بأنه يعانق طارق بن زياد فاتح الأندلس كدليل على عروبة أجداد هذه الفتاة، وليس كما تقول هي أجدادها الإسبانيين، وإنما أجدادها هم العرب، هم الأندلسيين، هم الأمويون الذين كانوا يعيشون في هذا المكان. عانقت فعل ماضي والتاء المتكلم في محل رفع فاعل في حرف جر، والهاء في محل جر بحرف الجر. عند ظرف مكان، ودعت عندما ودعت، عفوا عند هنا يعني وقت ما ودعتها، فهي ظرف زمان. ودعت فعل ماضي مبني على السكون، التاء فاعل والهاء في محل نصب مفعول به. رجلا يسمى، فعل ماض مضارع مبني للمجهول، والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ماذا يسمى؟ طارق، طارق هذا مفعول به. طب ليه مبني المجهول أخذ مفعول به؟ أنا أقول لك، لأن الفعل يسمي يعني قبل أن يكون مبني للمجهول، لما كان مبني للمعلوم يأخذ مفعولين، تمام؟ فالمفعول الأول تحول لنائب فاعل، والمفعول به الثاني أصبح مفعول به واحد، تمام؟ فيسمى فعل مضارع مبني للمجهول، نائب الفاعل مستتر، وطارق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. هيك احنا بنكون انتهينا أعزائي الطلبة من شرح وتحليل القصيدة، تمام؟ بقي علينا حل أسئلة وتمارين الكتاب، بنحلها إن شاء الله في الحصة مباشرة أنا وإياكم. استودعكم الله وأراكم على خير.